السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم غادي نقدم لكم 6 ديال الانواع ديال المملحات، رائعه جدا، بسيطه في المتناول، واهم حاجه انها سريعه التحضير بدون فرن بدون تعب. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتبقوا معايا حتى الاخر. شكرا على حسن المتابعه، وتفضلوا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نحتاجو الخبز ديال التوست اولا البان دومي، اما هذا اللي سبق وحضرت معكم نخدمو به، هو طري يعني يكون عنده يوم او يومين، اولا نشريوه جاهز من المحلات التجاريه الكبرى. نقطعو له هاد الجوانب اللي كيكونوا قاصحين ونخدمو به. اول نوع هو هذا اللي هو بالطون والفلفله حمراء. غادي نقبطو واحد العلبه ديال الطون، غادي نعصروها بحال هكذا وغنديروها في واحد الزلافه، ونزيدو عليها واحد الفلفله حمراء مشويه ومقطعه مربعات صغار. غادي نضيفو المايونيز على حسب الاختيار، اولا حتى يتجمع لينا، يعني حتى يتجمع لينا الخليط. ممكن انكم ديروا الجبن الكريمي ديال الدهن على حسب الاختيار، ولكن المايونيز كتجي رائعه مع هاد الوصفه هذه. كنقبطو طرف ديال البان دومي وكندهنوه بطبقة أولى، يعني كنقسمو ديك الخليط على جوج، كندهنو الطبقة الأولى بحال هكذا، كنغطيو ديك الطرف ديال الباندومي بطرف آخر، وكنديرو طبقة ثانية من الطون والفلفلة، وكنعاودو نسرحوها مرة أخرى، ثم كنغطيوها بآخر طرف، وها حنا سالينا. كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي بحال هكا، كنحاولو نزيرو مزيان. اهم حاجه في الكنابي ولا في الملاحات اننا نخليوهم يرتاحوا في الثلاجه لمده ديال 4 سوايع على الاقل. الى درتوهم مثلا بالليل حتى الغد عاد ديك الساعه كتقطعوهم. انا كنديرهم مثلا 4 سوايع، وساعه قبل كندخلهم المجمد باش فاش كنجبدهم كيسهل عليا انني نقطعهم، وكيجيو في التقطيعه رائعين. هذه ملي داز الوقت المطلوب جبدتها، حيت لها الفيلم انيماتير، وغادي نقطعها ل8 ديال القطع، يعني هذا المربع هذا كيعطينا 8 ديال القطع. كنظن ان ما كاينش مسهل من هكذا، واهم حاجه ان يعني المذاق ديالهم رائع جدا. ملي كنقطعوا البنات 8 ديال القطع باش غادي نزوقوا الوجه، اما كندهنوا بلا مايونيز اولا كندهنوا بالجبن الكريمي. بحال اللي كتشوفوا التقطيعه كتجي هائله. غادي نقبط واحد الشريط ديال الفلفله حمراء اللي كنا مشويه، وغادي نبقى كنلويه على راسو بحال هكا حتى كنشكل واحد الورده. صافي كنحط الورده ديالي على المربع ديالي، وكندردر شويه ديال الزعتر من الفوق، وها هو الشكل الاول موجود. طبيعه الحال لا بغينا نديرو واحد المنظر بواحد العود ديال لي زانيز بوش ولا واحد العود ديال الاسنان، فلينا الاختيار، ممكن اننا نستغناو عليه وما نديروش كاع داك العود. هذا هو النوع الاول ديال الكنابي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غادي نمشيو دابا نشوفوا النوع الثاني. عندنا واحد البيضه مسلوقه كبيره، القليل من الزيت الاخضر مقطع، القليل من الخيار المخلل، وشويه ديال الجبن اختياري، والقليل من المايونيز. كنظن ان ما كاينش سهل من هكذا. كتذوقوا، الى بالكم ان خاصكم تزيدوا شويه ديال الملح والابزار فكتزيدوه، ممكن انكم تضيفوا الكاشير مقطع طريفات صغار، فلكم الاختيار. كنقبضوا واحد الطرف بحال الاول، كندهنوا الطبقه الاولى، كنغطيوه بواحد الطرف ديال البان دومي، ثم ندهنوا الطبقه الثانيه بنفس الشكل. كنعاودو نديرو نفس الشيء، كنغطيوه بالبلاستيك الغذائي وكنخليوه حتى هو يرتاح. طبيعه الحال ملي كنكونو كنوجدو لي كنابي كنصاوبو كلشي في خطره وكندخلوهم للثلاجه، وحتى كدوز الوقت عاد كنجبدو كلشي وكنبقاو كنقطعو او فيغ يا ميزور، يعني شويه بشويه حتى هو كنقطعوه 8 ديال القطع. بالنسبه للتين ممكن انكم تدهنوا الوجه بالقليل من المايونيز ولا من القليل من الجبن، وديروا البيض اللي يكونوا اللي يكون مثلا محكوك، اولا ديروا الجنجلان فقط اولا اللي بغيتو. انا درت رشاشه الجنجلان، درت واحد البيضه ديال السمان مسلوقه
واحد طريف ديال الكورنيشون. بالنسبه للنوع الثالث اللي هو هذا سهل بزاف، كنقبطوا واحد الطرف ديال البانبومي، كنبقاو كنطلقوه بالدلاك بحال هكا حتى كيتطلق. غادي نحتاجو 4 ديال الطروفه، غادي نديرو لهم نفس الشيب، ثم غادي نديروهم على واحد البلاستيك الغذائي طبعا يكون على طاوله العمل، وغادي نحطوهم وحده على وحده باش ما كيخرجناش العماره يعني من التحت، دائما نحطو وحده على وحده عاد كنطلقوها بالدلاك. هذا هو. دونك ملي كنحصلوا على هذا المربع بحال هكا كنبقاو كنثبتوا باليدين ديالنا، كنقبطوا الجبن الكريمي، انا درت كيري ديال الدهن وصافي، كندهنوه على الوجه كامل ديالنا بهذا الشكل هذا. ثم كنديرو اما سومون فومي اما اي حاجه حنا كنحبوها، انا هنا درت لادان فومي، ما بغيتش نكثر عليكم بزاف في المقادير. الناس اللي ما عندهمش مع هادشي اللي مدخن ممكن انهم يديروا مثلا مرتديلا ديال المنزل، او لا يديروا مثلا الخيار يقطعوه بالايكونوم ويستفوه، او لا يديروا لافوكا، او يديروا اي حاجه كيحبوا، ممكن انهم يديروا سوري ميتا هو اللي كيعجبهم. المهم على حسب نتوما داكشي اللي كتحبوا ديروه. صافي كنستفوا ديك المدخن بحال هكا، ثم كنديروا الجبن ديال الساندويتش، ممكن انكم ديروا جبن شيدر حتى هو كيجي زوين، حتى اللون كيجي رائع جدا. دهنت هذا القليل هذا من الجبن غير باش ندردر شويه ديال البافو من الفوق، هذه مساله اختياريه غير باش يقبط لي هذاك البافو. ثم الا ما درتوش ما ديروش كاع نهائيا ديك الطبقه ديال الجبن من الفوق. صافي كنلفوا الكل على بعضهم بحال هكا بحال شي سيجار، وكنحاولوا نبقاو كنزيرو باش داك الرولو ديالنا كيجي زوين كيجي مقاد. صافي ملي كنلفو وكنساليو دائما كنبقاو نستعملو بديك البلاستيك الغذائي باش كنتكيو مزيان، من بعد كنلويوه بهذا الشكل هذا، وكنبقاو كنزيروه بحال هكا من الجوانب، وكندخلوه حتى هو للثلاجة 4 ديال الساعات بحال شي لاخر. ملي كدوز 4 ديال الساعات كنجبدوه، كيف ما قلت لكم داك المساله ديال المجمد واحد الساعه ديال المكنه او نص ساعه كتبقى اختياريه، غير الا بغيتو التقطيعه تكون لكم ناد. كنجبدو كندهنو بالقليل من زيت الزيتون، اللي عنده الجبن متوفر وما عندوش مشكل فيدهن بالجبن وخلاص. الا ما كنتوش غادي ديروا الزرارع ما ديروا حتى شي حاجه، خليوه بحال هكاك ابيض، لكن حتى مشكل حتى هو كيجي رائع جدا. بالنسبه لهذه المساله ديال الزرارع غير اختياريه، غير هي كتزيد لنا شويه في المنظر، ممكن انكم ديروا الجنجلان الشوفان اي حاجه متوفره عندكم في البيت، او لا ما ديروا حتى شي حاجه. صافي ملي كنساليو كنقطعوا دوك الجوانب بعدا هما الاولى باش كنحيدوهم علينا، ومن بعد احنا كنقطعوا الدويورات ديالنا مقادين وزوينين. هاد الموديل كيف ما العاده خرج لي 8 ديال الحبات. والنصيحه اللي نقدر نعطيكم هو انكم فيما تكونوا كتقطعوا وتاليو كتمسحوا الموس ديالكم بواحد الزيف وكتقطعوا باش ما كيبقاش شي داخل في شي، فهمتي عندك الفرماج ما كيوسخ لكمش داك الدائره ديالكم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين. زينتهم بواحد نصف زيتونه وواحد طريف ديال الفرماج بهذا الشكل هذا. بالنسبه للموديل الرائع والجميل بلمسه 100% مغربيه، نقطعوا واحد طريف ديال باندومي، غادي نقطعوه بواحد القطعه اما مدوره اولا مربعه على حسب الاختيار. غادي ندهنوه بالقليل من الجبن الكريمي ديال الدهن، كيف ما قلت لكم انا استعملت كيري. صافي وكنديروا الخليع، الخليع ديالنا حتى حنا البنات عندنا شي حاجات في المغرب اللي رائعه وكتجي بنينه بزاف هاد المملحات. كنديروا واحد الجبن اللي حتى هو قطعناه بالقطاعه، ودرت شويه ديال صلصه الطماطم اللي سبق لي حضرت معكم، ممكن تعويضها بالكيتشوب. كنديروا طبقه اخرى وتا هو كنغلفوه وكنديروه في الثلاجه نفس الشيء، انا درت 4 وكل وحده قسمتها على جوج. ملي كيرتاحوا في الثلاجه كنديروا واحد المقلة على النار، كنديروا فيها الزبده حتى كتذوب، وكنقبطوهم ونديروهم على داك الزبيده باش كيتحمروا لنا كيعطونا واحد اللون اللي هو جميل جدا. هذه فكره رائعه الصراحه حتى الفطور ديال الصباح
يعني ممكن انكم ديروا خبز طاست هكاك على كمالو وديروا فيه الخليع، وكيجي هائل 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 جدا. واكيد اللي ما عندوش الخليع ممكن انه يدير لادان تشومي، يدير صومون، اي حاجه. المهم اللي كيتحمروا لنا هاد الخبيزات هادو كنحيدوهم وكنقسموهم على جوج باش كيجيو لنا داك المملحات قد قد وكيجيو شكل واحد بحال اللي كتشاهدوا وصافي. وباش غادي نزينوهم اكيد ان الخليع ديالنا كيتماشى معاه البيض، فغادي نقبط واحد البيضه ديال السمان، غادي نقليها في شويه ديال الزيت وغادي نحطها من الفوق. طبعا اللي ما عندوش البيض السمان ممكن انه يصاوب واحد لوملات ويقطعوا غير عشوائيا ويحطوا هكذا من الفوق، كيجي رائع جدا. كان ندردرو شويه ديال الكمون وها هو واجد. بالنسبه للنوع الاخر سهل جدا، كنصاوبو حتى لاخر لحظه. كنحتاجو الخبز ديال الطوست اللي قطعناه مربعات صغار، انا هنا درت خبز بالدقيق الكامل اللي سبق وحضرت معكم. غادي نحتاجو واحد البوده ديال الفرماج ولا الجبن ديال الماعز، غادي نقطعو هكا دوائر بهذا الشكل هذا. الناس اللي عزيز عليهم الجبن ديال الماعز غيحماقوا على هذه الوصفه، اكيد الا ما كانش متوفر فكديروا غير واحد الفرماج كيري هكاك مربع وكديروه بنفس الشكل، يعني ما تعذبوليش راسكم. غادي نقبطوا كل مربع محمر، غادي نحطوا عليه الجبن ديال الماعز يعني ديك الدائره، غادي نديروا القليل من المربى، مربى الفواكه الحمراء او مربى الفريز او العسل اللي كيتمشى بزاف مع الجبن ديال الماعز. غنحطوا واحد الجوز من الفوق وهذا هو الشكل ديالنا. بالنسبه للشكل الاخير اللي هو كنوجدو حتى لاخر ساعه فهو بالسردين المعلب، كيجي رائع جدا. كندهنوا الوجه ديال الطوست بعد ما قطعناه وحمرناه حتى هو في الفران بالكاتشوب، كنديروا عليه واحد المربع ديال جبنة الساندويتش وكنحطوا واحد طريف ديال السردين ديالنا كيف ما كتشاهدوا. كنديروا واحد مطيشه ولا لي طوماط سيريز في واحد العود وكنديروهم الفوق وكيكون هو هذا الشكل ديال البلاطو ديالنا. كنتمنى هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، شكرا على حسن المتابعه والى الفيديو القادم ان شاء الله مع العديد من الوصفات السهله والرائعه.